الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من رحاب المدينة المنورة، من أهم معالم المدينة المنورة القبة الخضراء أو القبة الفيحاء، وعرفت قديما بالزرقاء والبيضاء، وهي القبة المبنية على الحجرة النبوية الموجودة داخل المسجد النبوي الشريف. بنيت القبة الخضراء في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي سنة 678 للهجرة. عملت فوق الحجرة النبوية قبة خشبية لون أزرق، وفي عام 886 للهجرة احترق المسجد النبوي الحريق الثاني، فقام السلطان قايتباي بعمارة شاملة للمسجد، وقام ببناء القبة الخضراء بدل القبة الزرقاء. وأما الشباك الذي في القبة فهو موازي للشباك الذي في القبة الداخلية، ويقع فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان خدم الحرم يفتحونه يوم صلاة الاستسقاء. يروي ابن حجر العسقلاني عن هذا الشباك فيقول: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة مدينة رسوله، والحمد لله رب العالمين.